نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية بزفتة بمحافظة الغربية. شملت القافلة الطبية حملة للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة عينيك فعنينا للحد من مسببات العمى، وذلك في إطار خدمة أهالينا في المحافظات. انطلقت قافلة عينيك في عينينا اللي بينفذها البنك الأهلي المصري ومؤسسة صناع الخير للتنمية لتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج، تشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية لكل أهالي زفتة بالمجان تماما. مبادرة عينيك في عينينا من المبادرات اللي احنا شغالين فيها مع المؤسسة، بنستهدف 100,000 حالة على مستوى جمهورية مصر العربية. بنك الأهلي الحقيقة بيشتغل مع كل مؤسسات المجتمع المدني عشان نقدر نغطي أكبر عدد على مستوى الجمهورية.